السلام عليكم، عجبك عجبك كيف الاخبار؟ شيء تمام. جبت لكم اليوم قصه جديده، تمام؟ وخميس وهذه خلينا نجاز على اي لا يا شيخ، كل جاي بس ايه تمام. الخميس اليوم راح تنزل لكم قصه جديده. قصه اليوم قصه سيدنا شيت عليه السلام وادريس عليه السلام. كيف لي؟ بسم الله ما كان قصتين بقصه واحده يا ابوي، والله لو اني مدري ايش. خلاص يا اسطى، قبل ما نبدا تسوي لايك واشتراك. هذه ثاني قصه، معنا 5 شهور عشان تذكير عشان نجيب رقم عالي وما نقطع عند القناه. ترى بقطعكم، ترى ينقطع عنكم الاكسجين كامل. يلا نبدا القصه. في البدايه ربع خلونا نسلي على حبيبي مصطفى محمد عليه الصلاه والسلام. بسم الله نبدا. أول قصة راح نقولها قصة سيدنا شيت عليه السلام. شيت عليه السلام هو أول ابن سيدنا آدم عليه السلام. ذكر أنه ولد بعد حادثة قتل قابيل لهابيل ب50 سنة، وولدت حواء شيث وأخته حزورة، وكان وقتها عمر سيدنا آدم عليه السلام 130 سنة. ومعنى اسم شيث هبة الله، أي أن الله وهب آدم عليه السلام شيثا عوضا عن هابيل الذي قتله قابيل، وينتهي نسب بني آدم كلهم إلى شيث عليه السلام. فلم يبقى من نسب آدم عليه السلام إلا ذرية شيث عليه السلام. فهابيل لم يخلف له ولدا، وقابيل وأولاده ماتوا في الطوفان. وأكثر الإشارة تقول لنا أن كثير من التفصيلات المذكورة في قصة النبي شيث عموما لم تذكر في نصوص القرآن والسنة، بل هي مما أورده العديد من العلماء في كتبه. طبعا شيت عليه السلام جبت لكم قصته في قصة سيدنا آدم عليه السلام. قصة نبوة شيت عليه السلام ذكر في الكتب أن شيت عليه السلام كان أجمل أولاد آدم عليه السلام وأحبهم إليه. هو اللي بنى الكعبة بالطين والحجر، وهو ولي عهد آدم عليه السلام. فقد أوصى آدم عليه السلام إلى ابنه شيت في مرضه قبل أن يموت، وكتب الوصية وأعطاها لشيت عليه السلام. وكان مما علمه ساعات النهار والليل، وأن يعبد الله في كل ساعة من ساعات اليوم. وأمره أن يخفي هذه الوصية عن قابيل وأولاده خوفا من مكروه يصيبه، فقد قتل قابيل هابيل حسدا منه. فأخذ شيث الوصية وأخفاها عن قابيل. وكان نبي الله بعد وفاة سيدنا آدم عليه السلام، وكان عدد ما أنزل الله من الصحف إلى صحف في أبيه آدم 50 صحيفة. وظل شيت عليه السلام مقيما بمكة يحج ويعتمر إلى أن مات، ودفن مع أبويه في غار جبل أبي قبيس. وكان عمر شيت عليه السلام 912 عاما، ويقال إن شيت عليه السلام أول من اخترع الكتابة. طبعا القصة راح أحكيها باللغة الفصحى، يعني مكتوبة باللغة الفصحى. فأي شيء مو مكتوب باللغة الفصحى ما راح يقرأ لكم باللغة الفصحى، يقرأ لكم باللهجة العامية. إذا مكتوب باللغة الفصحى فاللهجة اللغة إذا مكتوب بالفصحى بقرأ بالفصحى، غير كذا مفيش. طبعا بكون ناظر هناك لأن هناك مكتوبة أصلا. مواضع ذكر شيت عليه السلام بالسيرة النبوية، بسيرة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. صلى على النبي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لم تذكر قصة النبي شيت عليه السلام في القرآن الكريم، وإنما ذكر في السنة من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه الذي أخرجه ابن حبان في صحيحه، حين سأل أبو ذر النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، كم من أنبياء؟ فقال: 120,000. قلت: يا رسول الله، كم الرسل من ذلك؟ قال: 313 جم قفيرا. قلت: يا رسول الله، من كان أولهم؟ قال: آدم. قلت: يا رسول الله، أنبي المرسل؟ قال: نعم، خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وكلمه قبل. ثم قال: يا أبا ذر، 4 السريانيون، آدم وشيث وأخنوخ وهو إدريس. طبعا إدريس عليه السلام هو أخنوخ، أو أخنوخ عليه السلام هو إدريس عليه السلام. طبعا حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال أن الأنبياء عليهم السلام، الأنبياء 120,000 نبي، والرسل 323 رسول. أولهم كان آدم عليه السلام، بعدين محمد عليه الصلاة والسلام. قال لأبي ذر: 4 سريانيون، 4 سريانيون اللي هم آدم وشيث وأخنوخ اللي هو إدريس عليه السلام. طبعا ما في عرفت كثير بالقصص، بعدين تعرفون مين هو عربي ومن هو سرياني، والحين عرفتوا السرياني مين. قلت لكم قصة. طبعا الحين خلصنا قصة شيث عليه السلام، ننتقل لقصة إدريس عليه السلام. كان نبي الله إدريس عليه السلام من الأنبياء الأوائل، فهو ثالثهم بعد آدم عليه السلام وبعد شيث ابن آدم عليه السلام. ولد سيدنا إدريس عليه السلام. القول الأرجح في مولده عليه السلام أنه بمدينة بابل بالعراق، وقال بعض العلماء أنه بمصر، ولكنه قول ضعيف، وقد استغى في بداياته من علم نبي الله شيث عليه السلام،
فأخذ منه العلم والحكمة، ولم يبلغ أشده أتاه الله الرسالة. طبعا أشد يعني كذا صار بالغ رجال مرة، قبل أن يبلغ أشده صار نبي وصار مرسلين. طبعا نبي الله آدم عليه السلام ينتهي نسبه إلى شيت عليه السلام، ابن آدم عليه السلام، ومن ثم فيصل نسبه إلى أبي البشر آدم عليه السلام. وقيل أنه إدريس بن يرد بن مهلايل، ويسمى عند العبرانيين أخنوخ، وترجمته بالعربي أخنوخ. وقد أدرك من عمر آدم، حيث أن آدم كان قد عاش 1000 عام. ذكر ابن منظور في مختصر تاريخ دمشق عن ابن عباس قال أن سيدنا إدريس عليه السلام هو أول نبي بعث بعد موت سيدنا آدم عليه السلام. كانت الفترة بين موت آدم وبعث إدريس هي 200 سنة، حيث أنه يعتقد أن آدم قد عاش 1000 سنة إلا 40 عاما، اللي هي 960 سنة، وأن سيدنا إدريس قد ولد وآدم ما زال حيا. وحين مات آدم عليه السلام كان سيدنا إدريس قد بلغ 100 سنة من العمر، ثم نزل عليه الوحي والنبوة بعد موت آدم ب200 سنة أخرى، وظل في نبوته لمدة 105 سنين. وكان الناس من آدم إلى إدريس أهل ملة وعقيدة واحدة، وتمسك بالإسلام وتوحيد المولى وحده جل وعلا. ولما رفع إدريس أو مات كان الاختلاف من جديد، فبلشت العقائد تختلف. فاهمين؟ طبعا ايش سبب تسمية ادريس عليه السلام بهذا الاسم؟ قيل ان اسم ادريس عليه السلام مشتق من الدراسة، حيث كان كثيرا ما يدرس الصحف التي انزلت على شيت عليه السلام وادم عليه السلام. روى احمد رحمه الله من حديث مالك بن صعصعة في حديث الاسراء والمعراج ان النبي قال: ثم اتينا السماء الرابع فمثل ذلك، فاتيت على ادريس عليه السلام فسلمت عليه، قال: مرحبا بك من اخ ونبي. قصة دعوة ادريس عليه السلام. قيل ان نبي الله ادريس عليه السلام كان يعلم الناس الشريعة السمحة ودين الله الحق، وهم حينئذ كانوا مسلمين بالفطرة، فلم ينتشر الكفر والضلال بعد. دعا قوم الى عبادة الله تعالى وحده والقيام بالاعمال الصالحة ليخلص أنفسهم من العذاب، إلا أنه جاء قبل سيدنا نوح عليه السلام. وقيل عكس ذلك، وهو كما يقال أول من خط بالقلم، كان على اطلاع على العلوم المختلفة، منها علوم النجوم وسيرها وعلوم الحساب. كما أنه عليه السلام كان أول من خاط ثيابا ولبسها، وأول من قام بصنع الأدوات والمعدات، وأول من استخدم الدواب والأحسن للسفر والحروب. ويقال أنه في زمان نبوته قد أشرف على إنشاء ما يقارب 188 مدينة متطورة في وقتها. ما شاء الله. يذكر بعض أهل التفسير وأخبار السابقين أن سيدنا إدريس عليه السلام قد اشتهر بالحكمة. ويقال أيضا أنه كان في زمانه 72 لغة مختلفة في أهل الأرض يتحدث الناس بها، وقد علمه الله سبحانه وتعالى جميع تلك اللغات وفهمها له ليوصل لهم رسالة الله كل بلغته. وقد ورد ذكر إدريس عليه السلام في القرآن الكريم في موضع أحداهما وصفه بالصلاح والصبر، والآخر بيّن الله سبحانه وتعالى: ورفعناه مكانا عليا. إنه رفع مكانا عليا لما كان عليه من الصبر والصلاح. تعددت أقوال المفسرون في كيفية رفع سيدنا إدريس عليه السلام، فقال بعضهم إنه رفع معنوي يدل على منزلته العالية ومكانته العظيمة كونه نبي من الله سبحانه وتعالى. وقال آخرون، وهو الرأي الذي عليه أغلب المفسرين، أنه رفع حسي حقيقي. وتعددت أقوالهم أيضا في الدرجة التي رفع إليها، قال بعضهم رفع إلى الدرجة السادسة، وقال آخرون إلى الرابعة. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى في السماء السابعة، قال صلى الله عليه وسلم: لما خلصت إلى إدريس قال: هذا إدريس، فسلمت عليه، فرد ثم قال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. وقد بين ابن كثير أن هذا الحديث متفق عليه، الذي ذكر أنه في السماء الرابعة أصح. ذكر ابن حجر في كتابه فتح الباري من قصص إسرائيليات أن صديقا سيدنا إدريس في الملائكة حمله بين جناحي وصعد به للسماء بعد أن سأله هو ذلك. ولما وصل السماء الرابعة لقي ملك الموت فقبض روح فيها، لأنه أمر بأن يقبض روح في السماء الرابعة. يعني سبحان الله. ولكن بعد وفاة نبي الله إدريس عليه السلام آتاهم إبليس اللعين وأوعز إليهم بصنع تماثيل لخمسة من الصالحين، وكان حينها لم يكن محرما صنع التماثيل، فقاموا بذلك. ثم مرت فترة بعدها، وكعادة إبليس عليه لعنة الله في الإيقاع بالبشر من خلال خطواته اللعينة، قام إبليس بفتنتهم عن دينه ووسوسته لهم لكي يقوموا بعبادة هذه الأصنام الخمسة، فما كان منهم إلا أن أطاعوا أمره وساروا في طريق الضلال والشرك. وقد قص علينا القرآن الكريم حكاياتهم، فقال تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا يسوعا ولا
يغوث ولا يعوق ونسرا. طبعا هذه أسماء الصالحين الخمسة الذين ماتوا وصنع لهم قوم إدريس عليه السلام تماثيل اللي هم سوعا ويقوث ويعوق ونسرا وودا. ذول الخمسة اشتهى نبي الله إدريس عليه السلام بين الناس بتعليمه إياهم الشريعة السمحة والآداب والموعظة التي تؤدي بهم إلى اتباع الأخلاص والعبادة لله وحده لا شريك له. وكان يحث الناس على الزهد في الدنيا الزائلة والنظر إلى ما عند الله تعالى من الثواب في الآخرة. وكان يأمر قومه بالبعد عن المحرمات كالخمر وأمرهم بعض الآداب والمبادئ الفاضلة كالعدل وعدم الجور والظلم وأمرهم بالصلاة والزكاة والصيام بعض الأيام. مما غنى عن النبي الله إدريس عليه السلام في موعظته للناس أنه قال: من أراد بلوغ العلم والعمل الصالح فليترك من يده أداة جهل وسوء العمل. وقال: حياة النفس الحكمة. وقال: لا تحلفوا بالله كذب. هذه مواضع. وإلى هنا انتهت رحلتنا لهذا اليوم. لا تنسوا لكم الاشتراك في معنى هدف تعرفون، وحساباتي تحت موجود بالسجرة. طيب ومع السلامة.